عشرات الآلاف اعتصموا بالأمس وسط تل أبيب لإسقاط حكومة نتنياهو، طبعا بعد كل ما يجري من هذه الحكومة من قرارات تعتبر يعني هي لأول مرة. أو أول شيء مهم جدا ذكر أن الصهيونية الدينية هي التي تحكم في إسرائيل، وبالتالي ما يتمخض عن هذا الحكم اليوم يلقى اعتراض داخلي كبير داخل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تأثيره على الفلسطينيين. للحديث أكثر ينضم لنا الزميل عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي. زميلي عصمت أهلا بك معنا، تحياتي ويسعد صباحك. صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين. أهلا بك معنا. عشرات الآلاف، إذن المسيرة ضمت عشرات الآلاف بالأمس لإسقاط حكومة نتنياهو. متوقع كان هذا الأمر أنه يخرجوا الآلاف لإسقاط الحكومة، من ضمنهم أيضا مسؤولين ودبلوماسيين كانوا مشاركين في هذه المسيرة. يعني التوقعات كانت أنه توصل لحد 50,000 يعني في أحسن الحالات. المنظمين كانوا يعني حذرين في مسألة ذكر أسماء خشية أنه يعني ينحط رقم وإذا ما وصلوا له يعتبر وكأنه فشل، ولكن كانت يعني الآمال أنه توصل ل50,000، هي وصلت من 80 ل100,000. يعني هناك أكثر لسه من التوقعات، أكثر من التوقعات، وهذا يدلل أنه فعلا حالة التعبئة والاستنفار لدى جمهور الغير متدينين العلمانيين الليبراليين في دولة الاحتلال كبيرة. مين ضمت؟ هل المسيرة ضمت فقط اليساريين والعلمانيين عصمت، ولا ضمت كثير ائتلافات أو يعني هي ضمت كل الفئات؟ أولا هي الداعي لها هي جمعية من أجل نزاهة القانون أو هكذا يعني يمكن ترجمتها، والتفت حولها مجموعات مثل الرايات السوداء اللي كانوا بيتظاهروا كل اسبوع امام نتنياهو تذكروا قبل عامين، وايضا احزاب وكتل برلمانيه. المشاركين هم من هذه التيارات اللي تنتمي للوسط واللي توجههم ليبرالي علماني وليس ديني قومي متطرف. يعني حتى هناك اشخاص من اليمين المتطرف ولكن ليسوا قوميين دينيين، مثل ليبرمان وجماعته وحزبه وساعر وغيرهم، اللي هم يعني بيؤمنوا بافكار اليمين ولكن بيؤمنوا بطابع الدوله وهويتها وعدم المس بالقضاء وقوه القضاء والمحافظه على الركائز اللي قامت عليها دوله الاحتلال، شرطه قويه، فصل بين السلطات، محكمه عدل قويه، يعني عدم يعني تمليك سياسيين صلاحيات اكثر من اللازم خاصه في وجه القضاء وجعله يعني قادر على مراقبتهم، بالاضافه طبعا للمسائل الثقافيه لها علاقه بمناهج التعليم والمدارس وغيرها. هذا يعني هو اللي الجمهور الاساسي دعينا نقول. طبعا لم يكن هناك حديث سياسي لا في الكلمات اللي القيت ولا في الدعوات ولا في الشعارات اللي رفعت، يعني لم يكن هناك القضيه الفلسطينيه ولا الاستيطان ولا غيرها من القضايا، وهذا يعني مؤشر انه هذا المجتمع يعني ينشق على نفسه اليوم وينقسم على نفسه على قضايا داخليه لها علاقه بهويه وطابع الدوله. طيب هاي على ماذا تدلل المسيرة؟ هل لها أي أهمية أو قيمة في استقرار وبقاء هذه الحكومة أم مجرد تعبير عن الرأي ممكن اعتبارها ليس أكثر؟ هي بكل تأكيد أولا هذه البداية. يعني حتى الكل يتنبأ أنه هذه مجرد البداية، سيكون هناك مسيرات أضخم وقد تصل كما يعني يطالب او يسعى ايزنكوت وجانس الى مليون او نصف مليون متظاهر، وهذا فعلا عدد يعني اصبح واقع ممكن يعني خاصه في الاشهر القادمه، وهذا متوقف على الى اي درجه يتجاوب نتنياهو مع هذه المطالب. هذه المسيره تدل انه حاله الانقسام والتشظي والتناقضات بين مكونات المجتمع في دولة الاحتلال والتغيرات اللي بيشهدوا لم يعد بالإمكان السيطرة عليها، وبالفعل هي تهدد بنسف هذا المجتمع، إدخاله في فوضى وحرب أهلية ومواجهة
وهذا ما يعني كلمة حرب أهلية تتكرر تقريبا بشكل يومي. حتى أنه يعني طلب من جانسون يلبس واقي خشية من الاغتيال. يعني حتى العنف السياسي أصبح وارد وممكن، وهذا ما دفع رئيس الدولة إلى التدخل ومحاولة التوسط والتشذيب وتلطيف إصلاحات التي يعتزم نتنياهو إدخالها كي يطمئن المتظاهرين، ولكن حتى هذه الدعوة قوبلت بالأمس من المتظاهرين يعني بالرفض، رفض واستحقار حتى. يعني صرخوا هيك باستحقار ضده. الهوة تتسع والخطاب يرتفع يعني وتيرته وعنفه، وبالتالي فعلا المسألة في غاية الحساسية والخطورة. ونتنياهو اليوم يعني أصدر تسريبات أو أخرج تسريبات إنه لن يتراجع، هو يعني لن يردع هذه الأعداد ولا هذه المطالبات وسيمضي في إصلاحاته. هذا فقط يعني يزيد الأمور يعني اشتعالا وجدلا. نعم، طيب هذه الإصلاحات ممكن تخص الوضع الداخلي الإسرائيلي، لكن على مستوى القرارات والقوانين اللي قاعدة بتصدر كل يوم، وخاصة يعني ما يصدر عن الكنيسة بوتيرة متسارعة أيضا غير مسبوقة، هذا كله ممكن يحدث أي شيء بخصوصه، يعني بخصوص ما يخص الأسرى والمسجد الأقصى، المقدسات، القدس، كل هذه الأمور التي يضعها بن غفير تحديدا على رأس أولوياته. هو يعني نتنياهو يملك أغلبية، يملك 64 مقعد في الكنيسة، ويستطيع أن يمرر كل القوانين التي يريدها، حتى هذه القوانين التي يثار حولها الجدل هو يستطيع تمريرها. ولكن هذا النوع من القوانين اللي بتغير بنية وطبيعة النظام تحتاج إلى توافق وإلى نقاش وإلى فترة زمنية يعني لا تتم بشكل خاطف. لذلك كل هذه الضجة حولها، لأنه أيضا هي تحرك انقسامات في الرأي والمواقف. لكن فيما يتعلق بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية وحتى الفلسطينيين في الداخل والأقصى وغيرها والأسرى، للأسف يعني هذا لا يحدث لا ردة فعل، بل على العكس يعني بيشوف توافق. يعني قانون سحب الجنسية اللي أقر بالقراءة التمهيدية قبل كم من يوم مر ب 71 مقعد، يعني حتى المعارضة صوتوا معه. يعني لم يعني أحيانا كان نتنياهو يصوت ضد قوانين تمس اليمين ويحتاجها اليمين يصوت ضدها من أجل إسقاط الحكومة، ويعتبر أن إسقاط الحكومة أهم من تمرير القانون لصالح اليمين. هذه المعارضة لا، يعني في الموضوع اللي بتعلق بالفلسطينيين وأعلنها جانس أنه في القضايا اللي لها علاقة بمصلحة إسرائيل سنصوت مع الحكومة، يعني ما بهمنا إذا القرار جاي من الحكومة. لذلك يعني متوقع أنه هذا القرار اللي مر ب 71 مقعد يمر كمان قرارات شبيهة به فيما يتعلق بالتضييق على الفلسطينيين، وأي إجراء له علاقة بالأسرى أو غيرهم أنا أعتقد أنه لن يكون حوله مشكلة. أنا قلت لك يريد حتى علم فلسطين في المسيرة بالأمس، يعني 20% من سكان إسرائيل هم فلسطينيين، وهذا العالم رمز من رموزهم. يعني رفعوا علم المثليين ورفعوا علم رايات السوداء اللي هي جماعة الأعلام السود، ورفعوا علم إسرائيل ورفعوا يافطات، يعني منعوا رفع علم فلسطين كي لا يستفزوا حسب ما بيقولوا بن غفير ويعطوه ذريعة أنه يقمع المتظاهرين. هذه ذريعة هل هي رفعت الأعلام بعدد قليل، ولكن مجموعة صغيرة من أبناء الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ولكن هذا أيضا يعني يواجه انتقادات. وأنا أقول لك منصور عباس طلب منه وشارك بالأمس أن لا يرفع العلم، وهو وافق واعتبر أنه ما في سياق يعني هذه قضية داخلية وفيش داعي لرفع العلم، رغم أنه هو وافق على عدم رفع العلم، وافق ولم يعترض. وأنا سمعت له مقابلة في راديو ريش بيت وتحدث بلغة يعني وكأنه صهيوني ويتحدث عن الصهيونية، ولا علاقة له ولا صلة بالقضية الفلسطينية، وعلما أنه هو استعد لأن يشارك في قمة نتنياهو. وحتى الآن يقول أنا لم يطلبني نتنياهو، هو طلبني نبحث يعني من زمان، يعني هو ما بيعرض مبدئيا حتى الدخول مع سموتش وبن غفير في حكومة. نعم، طيب يعني هذه الأحزاب العربية شو اليوم دورها عصمت؟ يعني اللي زي منصور عباس واللي زي يعني شو اليوم تأثيرهم في الوضع كله، وشو تأثير وجودهم داخل الكنيسة أصلاً؟ لا حقيقة يعني هو يعني هناك تأثير، ولكن ليس التأثير كما يتوقع الناس. شوف أنا أميز بين منصور عباس، هو حالة يعني ما بدنا نقول خيانة، لكن هو يعني انتقل جزء من التركيبة الصهيونية، يعني أصبح حزب صهيوني ولكن يتحدث عربية، هكذا يقدم منصور عباس للجمهور الإسرائيلي.
منصور عباس وجوده في المعارضة يعني هو قدم حاله انه احنا بدنا نكون مؤثرين، احنا بدنا نكون جزء من اللعبه، بدنا نكون داخل الملعب كما هو كان يوصف، مش نضل على الاحتياط ونتفرج. وجرب ولم يؤثر، والان هو في المعارضه. الان انت في المعارضه، ماذا يمكن ان تفعل؟ كل الاحزاب الصهيونيه توافقت انه لا يمكن الاعتماد على اصوات لا منصور عباس ولا غيره، يعني يمكن اضافتهم اذا كان في شيء اعتماد على صوتهم. لذلك هو تجربتك فشلت، والآن أنت في المعارضة كل الجمهور اللي دخلته في هذه اللعبة وهذا الانزلاق اللي انزلقته ماذا ستقدم له؟ لذلك منصور عباس وجوده في المعارضة يجفف ويضعفه ويسقط نظريته اللي هو نادى إلها، إنه إحنا نكون جزء من اللعبة ونكون جزء من الحكومة ونأثر ونحصل على ميزانيات ونحصل على حقوق متساوية وإلى آخره. هذا وجوده في المعارضة يحرمه من هذا الدور، وبالتالي يسقط نظريته. ولذلك انا اعتقد ان منصور عباس هو اكثر المتضررين من هذه الانتخابات، وهو يعني اكثر شخص سيدفع ثمنها. اما الجبهه وطيبي والتجمع الذي لم ينجح في الوصول، فهم دائما كانوا في المعارضه دائما، ويعتقدون ان وجودهم في الكنيست هو من اجل تمثيل شعبنا، من اجل رفع هذا التمثيل، من اجل ابقاء صوت شعبنا قائم، تحسين الوضع وسن قوانين، ويعتبرون هذا جزء من نضال وليس كل نضال، ودائما يخضعون للتقييم هذه المشاركه وجدواها، وهناك نقاش دائم حولها. لذلك انا اميز بينهم اللي هو هذا دائما كان وضعهم، وبين منصور عباس اللي خرق هذا الصف وذهب باتجاه المشاركه في الحكومات، وراينا النتيجه يعني، وهو لا زال للاسف حتى الان يعتقد انه بالامكان يعني الاعتماد عليه والعودة له ودعوته للمشاركة في حكومة. صحيح. طيب عصمت، يعني 15 شهر اليوم، 12 شهيد، وها هو 13 هذا اليوم يرتقي، 13 شهيد منذ بداية هذا العام. إحنا يعني شوي بنحكي كل يوم شهيد تقريبا من بداية هذا العام. واضح إنه هذه السياسة الممنهجة الجديدة لهذه الحكومة يعني على مبدأها وعلى رأس أولوياتها القتل، 13 شهيد في 15 يوم. صحيح صحيح تماما، يعني واضح انه القتل اصبح هدف بحد ذاته، يعني اصبحت عمليه القتل وقتل اكبر عدد ممكن واستسهال القتل اصبح سياسه، وانه هذه السياسه لها هدف اللي هو يعني تهجير الفلسطينيين، تركيع الفلسطينيين، ارهاب الفلسطينيين وردعهم بشكل واضح. ويعني هذه السياسه ليست جديده، هذه السياسه ادخلها الاحتلال وغانز تحديدا في كاس الامواج، وهي اوامر اطلاق النار لم تتغير يعني منذ غانز حتى الان. ربما ما يزيد الامر خطوره انه الان اذا كانت سياسات القتل الحاليه، هناك سياسات استيطان وضم وتضييق على الاسرى، يعني هذه تصبح واحده من سلسله اجراءات. الحكومه السابقه كانت تقتل وكانت تبقي على قناة مع السلطة بشكل أو بآخر من خلال جانس ورئيس أبو مازن ومن خلال بعض التسهيلات. الآن حتى هذا سيزول، مكانه إضعاف منهج للسلطة وضم صامت لمناطق جيم، تضييق على الأسرى، تغيير الوضع القائم في الأقصى، هجوم على النقب. ولذلك هذا يعني أصبح نهج وسياسة، وهذه خطيرة، وهذه تستدعي وقفة. الشهيد اليوم هو قرب قريتنا في سلوات، وهو بن رمون رحمه الله. لا يعني كان ابنه معه، يعني ادعاء انه بده ينفذ عمليه، وانا الان في الطريق اسمع اخبار العبري احباط محاوله طعن، يعني دائما لا يوجد من يدقق ويقدمون للعالم روايه ويبررون هذا القتل ولا يراجعون ولا يحاسبون. هو كان ابنه معه وحصلت مشاده، ونتيجه المشاده اطلقوا عليه النار واعدموه. يعني هذا اصبح القتل ليس فقط منتشر بهذه الطريقه والاعداد، بل ايضا سهل ولا يتم التوقف امامه او المحاسبه عليه. وانا اعتقد هذا اذا كان احتلال، اعتقد انه هذا ممكن يردع. انا ارى العكس، يعني انا كنت اليوم في الشارع عندما حدثت القصه وسمعت الناس، يعني اصبحت الناس تقول طالما انه يعني 200 طالما مقتولون على هون الاسباب، بالعكس راح يكون رده فعل اعنف وسيزيد من التصعيد وسيزيد من الرغبه بالانتقام. نعم.
رحم الله شهيد رمون، يعني الذي أطلق عليه الاحتلال النار عند المدخل الغربي لسلواد. كما قلت هو رجل بالأربعينيات من عمره يعني، وكان معه طفله. هذا ما يحدث لنا للأسف كل يوم في شوارعنا وبلداتنا وقرانا. شكرا جزيلا لك زميلي عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي، تحياتي لك.